تناقش الحكومة غدا الاثنين في اجتماع المجموعة الاقتصادية الموازنة العامة الجديدة 2017-2018 وبحضور عدد من الوزراء المعنيين. ويبلغ حجم الموازنة الجديدة 1.1 تريليون جنيه، كما أنه من المتوقع أن يتجاوز حجم الناتج المحلي 4 تريليونات جنيه. ويقوم مناقشتها في اجتماع المجموعة الاقتصادية مناقشتها باجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، ثم رفعها لرئيس الجمهورية تمهيدا لإرسالها للبرلمان. كما وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وصندوق تحيا مصر بروتوكول تعاون ليتولى مركز المعلومات توفير البيانات والمعلومات والخرائط المتاحة والخاصة بالمشروعات محل الاتفاق. المزيد من المتابعة معنا هاتفية من مجلس الوزراء أستاذة هند مختار، وهي مسؤول ملف مجلس الوزراء باليوم السابع. أستاذة هند مساء الخير، ربما نشير إلى تفاصيل بروتوكول التعاون الذي وقعه مركز اتخاذ مركز المعلومات واتخاذ القرار مع صندوق تحيا مصر. ما هي أهم النقاط التي جاءت في هذا البروتوكول؟ هو البروتوكول التعاون بيتضمن عدد من النقاط، من أهمها مساعدة مركز المعلومات لصندوق تحيا مصر فيما يتعلق بالمشروعات التي يقوم بها الصندوق، وهي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المشروعات التي تهم المواطن المصري البسيط. البروتوكول أيضا نص على أن يكون لمركز المعلومات قاعدة من البيانات يتم توفيرها فيما يتعلق بالمشروعات التي سوف يقوم بها الصندوق مستقبلا في كافة المجالات، وإجراء استطلاعات للرأي والاستبيان فيما يتعلق بالمشروعات التي تخص صندوق تحيا مصر. أستاذة هند، أيضا هناك اجتماع للمجموعة الاقتصادية الوزارية سيعقد غدا لمناقشة الموازنة العامة الجديدة، خاصة أنها المرة الأولى التي تصل فيها الموازنة العامة إلى 1.1 تريليون جنيه. بالفعل هو من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء ظهر غدا الاثنين اجتماع للمجموعة الاقتصادية لمناقشة الموازنة العامة للدولة، وذلك قبل مناقشتها في اجتماع الحكومة يوم الأربعاء القادم، تمهيدا لرفعها في نفس اليوم لرئيس الجمهورية، ثم بعد ذلك إرسالها لمجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري لمناقشتها. الموازنه الجديده وتبلغ حجم الانفاق فيها 1.1 تريليون جنيه، ومن المتوقع ان يكون الناتج الاجمالي المحلي 4 تريليون جنيه. ايضا الموازنه بتستهدف حجم استثمارات عامه وخاصه تقدر ب 646 مليار دولار. الموازنه بتهدف ايضا الى ان يكون معدل النمو في 2017-2018 يتراوح ما بين 4.7 و4.8%. الموازنة الجديدة من المقرر أن يستعرضها غدا وزير المالية في اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور الوزراء المعنيين، خاصة في قطاع وزراء التموين والصحة والتعليم، وهم الوزراء التي سيشهد موازناتهم أو المخصصات في قطاعاتهم دعم أكبر خلال الموازنة للعام الجاري 2017-2018. شكرا جزيلا أستاذة هند مختار مسؤول ملف مجلس الوزراء باليوم السابع.